أقدم لكم رجلا واكب الجامعة منذ كان على مقاعد الدراسة، ثم أستاذا في كلية العمارة، ثم رئيسا لها. نال جائزة الجامعة الإسكندرية التقديرية لعام 2008. يقود العملية التطويرية بفكر منفتح ونشاط لا مثيل له. نتعب ولا يتعب. يؤمن بحداثة القرن الحادي والعشرين انطلاقا من أصالة الماضي وثروة التراث الحضاري. فنجح في مجد ثروة الفكر بانفتاح التطوير، وحقق نجاحات ملموسة في فترة قياسية. عمل جاهدا لإطلاق البحث العلمي، فاعتبرها عنوانا لهذه السنة بامتياز. أيها الحفل الكريم، رحبوا معي بالأستاذ الدكتور عمرو جلال العدوي، رئيس جامعة بيروت العربية، فليتفضل. رئيس الجمهورية العماد ميخيل سليمان، ممثلا بمعالي السيدة بهية الحريري وزيرة التربية والتعليم العام. دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ممثلا بسعادة النائب قاسم عاشي. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنوح، ممثلا بمعالي الوزير الدكتور خالد قباني. معالي الوزير ماريو عون. سعادة السفير أحمد البديوي سفير جمهورية مصر العربية. سعادة النائب سعد الدين الحريري، ممثلا بسعادة النائب الدكتور عمار كوري. سعادة النائب الدكتور محمد الحجار. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السادة رؤساء الجامعات، أيها الضيوف الكرام، أبناؤنا المتخرجون الأعزاء، الحفل الكريم، بداية يسعدني أن أرحب بكم في حرم الجامعة الطبية للاحتفال معا بتخريج كوكبة من طلابنا الأعزاء في كليات الهندسة المعمارية والهندسة والعلوم، وهو الاحتفال الأول الذي يعقد على هذه الأرض الواعرة بعد استقرار هذه الكليات في هذا الحرم المميز. اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بضيوف أعزاء شرفونا من أرض مصر، مهد التاريخ والحضارة. جاءوا يدفعهم حبهم لهذه الجامعة وللبنان وشعبه، ومؤكدين على عمق العلاقة الأكاديمية مع جامعة بيروت العربية، والتي يجمع شعارها الماثل أمامكم بين جبل لبنان وأرزق وبين منارة الإسكندرية، رمزا لعلاقة تاريخية أصيلة بين لبنان ومصر، وهما اللذان حملا منذ فترة التاريخ مشاعر الحضارة والنور في حوض المتوسط والوطن العربي. كما أرجو أن ترحبوا معي بأحد الأعلام المضيئة في عالمنا العربي، الذي استطاع بعلمه وسعة معرفته أن يحول مكتبة الإسكندرية إلى منارة ثقافية تشع في المنطقة العربية والعالم. إنه الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية. أيها الحفل الكريم، إنه من حسن الطالع أن يأتي احتفالنا اليوم مع تخرج الدفعة الأولى من حملة بكالوريوس التمريض من كلية العلوم الصحية، الذين سنحتفل بهم بعد يومين، وهم سيكونون عونا للطبيب لإكمال عمله وإكمال رسالته على أعلى مستوى. أيها الأصدقاء، في إطار تحقيق رؤيتها ورسالتها الهادفة إلى الإسهام في مختلف أنحاء لبنان، فكان أولها حرم الطبية المترامي على هذه الهضبة الرحبة، فاستقبل عام 2006
طلاب كلية الهندسة المعمارية، ثم طلاب كليتي الهندسة والعلوم في خريف العام الماضي 2008. فشكل بذلك نواة لمدينة جامعية نموذجية تضم 4000 طالب وأستاذ وموظف، ومنظومة متكاملة من أحدث المعامل والمختبرات والتجهيزات العلمية لخدمة العملية التعليمية والبحثية. وأما بالنسبة للخدمات الطلابية فقد حرصت الجامعة على توفيرها بالمستوى اللائق عبر تشييد المباني السكنية للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس داخل حرم الجامعة، وتوفير كافة متطلبات الإقامة، كما وفرت الجامعة لطلابها المرافق الرياضية المتعددة من صالات ألعاب مغلقة وملاعب كرة قدم، إضافة إلى عدة مطاعم وكافيتريات في مباني الكليات. وبات هذا الحرم يشكل حافزا ورائدا في تنمية المنطقة والجوار. وأما فرعها الثاني في عاصمة الشمال طرابلس فيتم تدشينه عام 2010 بعد أن ارتفعت مبانيه ليكون في خدمة بيئته التي احتضرته وأسهمت في بنائه، معززا بكليات التجارة وإدارة الأعمال والهندسة والهندسة المعمارية والعلوم والعلوم الصحية. أما فرعها الثالث في البقاع فقد أنشأت الجامعة على أرضه مركزا للدراسات البيئية كمقدمة لنشاط الجامعة يليق بهذه المنطقة الطواقة لوجود التنمية لا سيما البيئية منها، وذلك بالتعاون مع المراكز البحثية في لبنان وخارجها. وقد تم ربط هذه الفروع إضافة إلى فرع الجامعة بالإسكندرية بأحدث شبكة إلكترونية تأمينا لعقد اللقاءات والمحاضرات عن بعد من خلال تقنيات الفيديو كونفرنس. كما تم تحديث صفحة الجامعة على الشبكة العالمية لكي تتماشى متطلبات العصر، والتي من خلالها يتم الدخول إلى بوابة الجامعة الإلكترونية، أول بوابة إلكترونية من نوعها لومينس في لبنان، والتي تشكل جسرا للتواصل ما بين الطلاب والأساتذة وإدارة الجامعة. أيها الحفل الكريم، إن الجامعة بيئة ورسالة وحصن للحرية الفكرية والكرامة الإنسانية، ومواطن للخلق وموطن للخلق والإبداع، كما هي مشعل للمعرفة في ركب الحضارة الإنسانية. وإنه التزاما بهذا المفهوم تولي جامعة بيروت اهتمامها لبناء الإنسان المعزز بقيم العلم والمعرفة، وهي لذلك تأخذ بمنظومة من العناصر التي تشكل مؤسسة الجامعة، وألا وهي أولا البرامج الدراسية والمحتوى العلمي للمقررات والتقييم المستمر لمستوياتها. وقد بادرت الجامعة في هذا المجال إلى اعتماد برامجها من الجهات الدولية، بادئة بكلية الهندسة المعمارية لاعتماد برامجها من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين. ثانيا، أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم حجر الزاوية للحياة الجامعية من حيث التدريس والبحث العلمي. ثالثا، نظم الامتحانات وتقييم الطالب. رابعا، المكتبات وتكنولوجيا المعلومات، هدفها بذلك إلى التميز بخدماتها التعليمية والبحثية المستجيبة لحاجات مجتمعها والمرتبطة بالقيم الأكاديمية والحرية الفكرية، عبر تقديم أحدث البرامج الدراسية المعتمدة عالميا وتشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، وكذلك استحداث البرامج العلمية غير التقليدية لخدمة متخرجيها في إطار مفهوم التعليم المستمر. كما أولت الجامعة اهتماما بإنشاء المراكز المتخصصة لخدمة العملية التعليمية والبحثية، كما لخدمة المجتمع وسوق العمل، كإنشاء مركز التطوير الأكاديمي ودمار الجودة ومركز الإعلام الميديا الذي يشكل ميدانا للتدريب العملي لطلابها ومجالا للدورات التخصصية في هذا المجال، ومركز الاستشارات والدراسات الذي يؤدي دورا هاما كبيت خبرة يخدم القطاعات الإنتاجية من خلال تقديم الاستشارات والدراسات، ومركز متخصص للتدريس اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية سواء لطلاب الجامعة أو لباقي أفراد المجتمع لا سيما تعليم اللغة العربية الغير الناطقين. كما أنشأت الجامعة مركزا لحقوق الإنسان بهدف التعاطي الحضاري مع قضايا حقوق الإنسان. الجامعة خطوات تنفيذية لبناء مستشفى تعليم يخدم طلاب كليات العلوم الطبية في الجانب التطبيقي
من دراستهم إضافة إلى تقديم خدماته للمجتمع، وهو ذو قدرة استيعابية ل 300 سرير. يؤمن خدمة الطوارئ واستقبال المرضى في مختلف التخصصات، كمواضع تجمع خطة لبناء مكتبة مركزية مزودة بأحدث التقنيات لتقدم خدماتها إلى طلابها وإلى سائر أفراد المجتمع. وجمع في هذا المجال طواقة للتعاون مع مكتبة الإسكندرية العريقة، وعلى رأسها مديرها سعادة الدكتور إسماعيل سراجلدين. أيها الحضور الكريم، إذا كان لابد من كلمة شكر في هذا المجال فهي لجامعة الإسكندرية رئيسا ونوابا وعمداء وأساتذة. واسمحوا لي أن أحيي باسمكم الأستاذ الدكتور حسن نادير خير الله الذي أكد الأستاذ الدكتور حسن نادير خير الله الذي أكد منذ تولي رئاسة جامعة الإسكندرية على متانة العلاقة الحضرية القائمة مع جامعة بيروت العربية. وأخيرا أتقدم بالشكر لأفراد الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية في جامعة بيروت العربية الذين عملوا بروح الفريق الواحد تحقيقا لأهداف الجامعة ورسالتها. أعزائي المتخرجين والمتخرجات، أتوجه إليكم بالتهنئة وأشارك أبائكم وأمهاتكم وأحبائكم فرحتهم بكم. انطلقوا إلى دروب النجاح معززين بالعلم والإيمان، فبيهما تتحقق الأمال وتتجسد الرؤى. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.